بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ النهاردة أول حصة في شرح الديابيتس ميليتس اللي هو مرض السكر، وهنستخدم الأمريكان جايد لاينز إن شاء الله زي ما قلنا لكم، والكلينيكال إكسبيرينس بتاعتنا إن شاء الله اللي هتساعدنا في فهم الموضوع. طيب هنبتدي على طول بسم الله. احنا أول معلومة وأول فيديو النهاردة هنعرفه اللي هو الديفينيشن اوف دايابيتس. أول حاجة لازم تعرفها ما هو تعريف الدايابيتس. في تعريف حديث الوقت لازم تبقى حضرتك فاهمه. فالديابيتس ميليتس بكل بساطة هو عبارة عن كرونيك ميتابوليك ديزيز أو سندروم، مفيش مشاكل، كرونيك ميتابوليك ديزيز، مرض مزمن، مرض ينتج عنه اختلال في الميتابوليزم بتاعت الكربوهيدرات بتاعت الليبيدز بتاعت البروتين، فبنسميه كرونيك ميتابوليك ديزيز. هذا الديزيز ينتج عنه ارتفاع في سكر الدم. كرونيك ميتابوليك ديزيز كاركترايزد باي اليفيتد بلازما جلوكوز. طيب لما بيرتفع سكر الدم بيرتفع ليه؟ as a result of ان في هذا المرض حصل انسولين ديفيشنسي، نقص في نسبة هرمون الانسولين المفرز من البنكرياس، حصل انسولين ريزيستنت يعني نسبة الانسولين المفرزة من البنكرياس بتكون بنسبة طبيعية ولكن بيحصل لها ريزيستنت، ما بتشتغلش على مستوى الريسبتور بتاعها، او الاتنين مع بعض. ف الديابيتس ميليتس كورونيك ميتابوليك ديزيز مرض مزمن، مرض خاص بيحصل فيه ابنورماليتيز في الميتابوليزم، فكرونيك ميتابوليك ديزيز يتميز بايه؟ بارتفاع سكر الدم كاركترايزد باي اليفيتد بلازما جلوكوز ليفل از ا ريزلت اوف. نتيجه ليه؟ ليه السكر عالي يا جماعه في مرضى السكر؟ السكر عالي نتيجه ان العيان ما بيفرز انسولين، انسولين ديفيشنسي او انسولين ريزيستنت او الاثنين مع بعض. طيب الانسولين ريزيستنت دي الحته المهمه قوي اللي الجايد لاينز مركزه عليه، بيبقى هذا المريض عنده انسولين او البنكرياس بيفرز انسولين، ولكن لما ولكن الانسولين مش شغال، في ريزيستنت للانسولين نتيجه 8 اورجانز في الجسم مسؤولين عن الانسولين ريزيستنت. الثمانيه اورجانز دول اللي هم الاديبوس تيشو، الليفر، الكيدني، السكيليتال ماسل، البرين، الجي اي تي، البنكرياس كله، والبيتا سيل اوف بنكرياس. دول لازم تحفظهم صم زي اسمك، مسمينهم أومنياس أوكتت. أوكتت يعني ثمانية أومنياس. عمنا أومنياس هذا العالم اكتشف 8 تيشو بيؤدي إلى بيقاوم الإنسولين فسماهم إنسولين ريزيستنت. طب دول أهميتهم إيه؟ أهميتهم إن في أدوية الوقت بتشتغل على الإنسولين ريزيستنت، بتحسن الإنسولين ريزيستنت، بتشتغل على الليفر، في أدوية بتشتغل على الكيدني، في أدوية بتشتغل على الجي أي تي، في أدوية بتشتغل على البنكرياس. لسه هناخد الكلام ده كله في التفاصيل القادمه ان شاء الله. اللي انا عايزه اللي انا عايزك تعرفه ان سكر يعني كرونيك ميتابوليك ديزيز او سندروم بيتميز بايه؟ ان السكر الدم عالي، الليفيتد بلازما جلوكوز ليفل عالي. ليه؟ ايه اللي خلاه يعلى؟ عشان الانسولين ما بيفرز، انسولين ديفيشنسي، او الانسولين بيفرز ولكن بيحصل له ريزيستنت على مستوى الثمانيه اورجانز دول، او الاثنين مع بعض. في عيانين عندهم انسولين ديفيشنسي وانسولين ريزيستنت، وفي عيانين عندهم انسولين ديفيشنسي بس، وفي عيانين عندهم انسولين ريزيستنت بس زي ما هنشوف. ادي الديفينيشن اللي هو بتاع اول فيديو. الحته اللي تحت دي حته كده بيزك لازم تكون عارفها قوي، وهتعرفك يعني ايه انسولين ديفيشنسي ويعني ايه انسولين ريزيستنت. بيزك البيزك. طبعا انت لما بتاكل اي انتيك، اي نشويات او اي اكل فيه جلوكوز بيحصل له ابسوربشن للسكر. الكربوهيدرات دي بتتحول بعد ما يحصل لها دايجيشن، يحصل لها تتحول الى مونوساكرايد اللي هو الجلوكوز. الجلوكوز بيدخل الدم يبدا يزيد في الدم، فانكريز الجلوكوز ده في النورمال كونديشن اهو. الجلوكوز العالي في الدم دوت بيروح عن طريق ترانسبورتر موجوده في جدار البيتا سيل اوف بنكرياس، يدخل الجلوكوز على طول. اول ما بيدخل الجلوكوز والجلوكوز يبدا يعلى في الدم، البيتا سيلز تتنبه، تبدا تعمل سكريشن للانسولين هرمون اهو اللي جوه البيتا سيلز. الانسولين هرمون هيروح على التارجت اورجان بتاعته عشان يشتغل، شغله ان هو عايز يدخل الجلوكوز ازاي دوت، يدخله جوه الخليه. فالانسولين المفرز من البنكرياس هيروح يمسك في الريسبتور بتاعه عشان يدخل الجلوكوز اللي بيعلى في الدم الى داخل الخليه عشان يمنع الهايبر جلايسيميا. سعادتك دلوقتي لو البنكرياس نفسه ما عادش في حاجه دمرته
وما عادش بيفرز الانسولين، فبنسميها انسولين ديفيشنسي. طيب وده غالبا بيبقى في تايب 1، هنعرفها بعدين. طيب لو البنكرياس بيطلع انسولين عادي خالص اهو، بس الانسولين لما بيروح يقف على الريسبتور ما بيمسكش في الريسبتور بتاعه كويس، فما بيشتغلش الانسولين المفرز من البنكرياس، فبنسميها انسولين ريزيستنت. ودي لها اسباب كتير. الانسولين ريزيستنت قلنا سببها 8 اورجانز ممكن يعملوا انسولين ريزيستنت. ده بيبقى غالبا تايب 2. تايب 2 اللي هو العيان البنكرياس بتاعه بيطلع انسولين، بس الانسولين بيروح يمسك في الريسبتور، يلاقي في مشكله في الريسبتور نفسه انه الانسولين يمسك فيه. طيب في النورمال كونديشن، سكر عالي دخل جوه البنكرياس، البنكرياس طلع انسولين، الانسولين هيبدا يمسك في الريسبتور بتاعه. اول ما يمسك في الريسبتور بتاعه اللي هو في التارجت اورجانز زي الاديبوس تيشو والماسلز سكيليتال ماسلز، يبدا يفتح جلوكوز ترانسبورتر، يبدا يعمل ستيميوليشن للجلوكوز ترانسبورتر ده اهو، ناقل الجلوكوز ان هو يمسك الجلوكوز العالي في الدم ويدخله جوه التيشو. فالجلوكوز عشان يخش جوه التيشو من الاخر محتاج ناقل للجلوكوز اسمه جلوكوز ترانسبورتر. الجلوكوز ترانسبورتر ده ما يفتحش الا لما الانسولين يمسك في الريسبتور ايه بتاعه، وعشان الانسولين يمسك في الريسبتور لازم الانسولين يحصل له سكريشن من البنكرياس، وعشان البنكرياس يطلع الانسولين لازم يبقى فيه هايبر جلايسيميا بتعمل زي سنسور للبنكرياس ان هو يطلع الانسولين. في واحد يقول لي هو الانسولين ده مش بيدخل السكر داخل خلايا الجسم، طب ازاي البنكرياس عمل سكريشن للانسولين والسكر دخل داخل خلايا البنكرياس من غير انسولين؟ هقول لك في خلايا في الجسم لا تعتمد على الانسولين في دخول الجلوكوز ليها، زي الجلوكوز ابزوربشن لما بيحصل في خلايا الجي اي تي، وزي خلايا البنكرياس ما بتعتمدش على ان الانسولين يبقى موجود عشان يدخلها سكر، دي بتحس بالسكر العالي في الدم. فده ملخص الموضوع. الدايابيتس ميليتس كرونيك ميتابوليك ديزيز كاركترايز باي اليفيتد بلازما جلوكوز، سكر الدم عالي. ليه؟ عشان في انسولين ديفيشنسي، البنكرياس ما بيفرز الانسولين، او انسولين ريزيستنت، البنكرياس بيفرز بس في ريزيستنت للانسولين على مستوى الريسبتور بتاعه، او الاثنين مع بعض. والانسولين ريزيستنت سببه 8 اورجانز معروفين لازم تعرفهم، عشان ده هيتكلم عليهم بعد كده كتير في العلاج. هذا هو الديفينيشن اللي تحطه في دماغك. طيب لو الانسولين ما بيفرزش من البنكرياس ده بنسميه انسولين ديفيشنسي، وده درجات، وده غالبا بيبقى في تايب 1. طب لو بيفرز بس في ريزيستنت فده بيبقى غالبا في تايب 2. طب لو بيفرز بكميات قليله وفي ريزيستنت ده غالبا بيبقى في تايب 2. تايب 1 من الانسولين، الانسولين لا يفرز بنكرياس، البنكرياس لا يفرز انسولين، ملوش دعوه بالايه بالريسبتور. كل التفاصيل دي هتيجي، بس اعرف انت الكلمتين دول الاساسيتين دول في الديفينيشن اوف دايابيتس. وشكرا، ونلتقي في الفيديو القادم.